ونحب في بداية هذا البث المباشر أن نحيي شعبنا السوداني، والذي يعني بدأت في خلال الأيام الماضية بدأنا نلاحظ التزاما متزايدا بالموجهات الصادرة عن وزارة الصحة ومن الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتزام بالضوابط لمنع انتشار جائحة الكورونا. نحن نخصص هذه الأمسية في منصة سودان بلا كورونا للاحتفال بأسبوع المرور العربي للعام 2020، وأسبوع المرور العربي للعام 2020 هذه المرة يتم تحت شعار الطريق الآمن مسؤولية جماعية، ولكنه أيضا يتم في ظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كورونا. لذلك رأت قوات الشرطة وقوات المرور أن يكون بيننا في هذه الليلة الفريق أول عادل محمد بشاير قائد عام قوات الشرطة ليقدم كلمة بهذه المناسبة الهامة. سعادة الفريق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. نسأل الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد. يطيب لنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم والذي يصادف احتفالنا مع شركاء السلام المرورية بأسبوع المرور العربي في الفترة من 4 مايو وحتى 10 منه، والذي يجي كواحدة من مقررات مجلس وزراء الداخلية العرب تحت شعار الطريق الآمن مسؤولية جماعية، وهذا شعار أسبوع المرور العربي للعام 2020. وبطبيعة الحال فأن هذا الأسبوع يجي في ظروف استثنائية تتمثل في جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح المعمورة مخلفا خسائر بشرية ومادية فادحة. لذا قررنا في وزارة الداخلية وفي رئاسة قوات الشرطة أن نسخر فعاليات هذا الأسبوع دعما لجهودنا المتواصلة تجاه مكافحة هذا الوباء، حيث أن الحوادث المرورية أيضا تخلف ذات الخسائر في الأرواح والممتلكات بصورة مستدامة. ولما كان الوعي الجماهيري والأنشطة التوعوية عنصرا هاما وفاعلا في أعمال السلامة المرورية والحد من الحوادث، فأنها بذات الأهمية تلعب دورا محوريا في درء وباء كورونا شديد الانتشار. عليه فإن كل دوريات المرور سيتم تسخيرها لأعمال التوعية، وسنقوم أيضا بتوزيع أدوات الوقاية الأولية للعاملين في الارتكازات المرورية ولحملة التصاريح الذين سمحت لهم ظروف الخدمات الضرورية بالتجوال في ساعات الحظر، وأيضا للكوادر الطبية العاملة التي يصادف وجودها دوريات الارتكازات الليلية المرورية. وسوف نعمل مع جهات الاختصاص في تخفيض رسوم المعاملات المرورية كما جرت العادة، وذلك بعد نهاية الإجراءات الصحية الاحترازية. وننتهز هذه الفرصة لنذكر شركاء الطريق بضرورة التزام بقواعد ونظم السلامة المرورية والموجهات الخاصة بحظر التجول وتجنب الممارسات والسلوكيات الخاطئة على الطريق والمساهمة في تفعيل التباعد الاجتماعي وتجسيد معاني شعار الأسبوع الطريق الآمن مسؤولية جماعية. ونتمنى لكل مواطني السودان أن يكونوا أكثر التزاماً كما شاهدناهم خلال الفترة القادمة للحد من انتشار هذه الجانحة، ونحن نثق تماما في سلوك الشعب السوداني الذي أصبح سلوكه مضرب للأمثال وأصبح سلوكه سلوك آمن سلوك حضاري. نسأل الله أن نكون كلنا التزاما بنفس هذا السلوك لنمر بهذه التجربة ونحن أكثر أمانا وأكثر منعة وأكثر ثباتا في مواجهة الكوارث والأزمات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.